الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت مصادر حكومية إن من الصعوبة تعويم العملة العراقية حاليا، وأضافت المصادر أن الطابع الريعي للاقتصاد العراقي يجعل تعويم العملة مسألة صعبة، كما أشارت المصادر إلى أن تعويم العملة بدون تنويع الاقتصاد ستكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمستهلك العراقي، وخاصة الفئة المتوسطة والفقيرة. يشار إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين يتطرقون إلى مسألة تعويم العملة للحفاظ على احتياطات العملة الصعبة لدى البنك المركزي دون اتخاذ إجراءات حكومية فعالة لتنويع الاقتصاد. أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق ضبط 16 شاحنة مخالفة للضوابط عند مدخل بغداد، وذكرت الهيئة أن الشاحنات المضبوطة التي تم توقيفها كانت تحمل حجر مرمر وسجاد وكيك محشي وخشب ومولدات وحليب مجفف ورافعة شوكية ودوشمت سيارات وسيليفون، ومخالفة للضوابط والتعليمات النافذة. هذا وتتزايد عمليات التهريب بشكل كبير في المنافذ الحدودية في العراق، والتي تهيمن على غالبيتها الميليشيات المسلحة. قالت الهيئة العامة للجمارك في العراق إنها أعادت إصدار إرسالية إلى الجانب الأردني وضبط أخرى في الأنبار، وذكرت الهيئة أن مفارزها في مركز جمرك طريبيل الحدودي أعاد إصدار إرسالية ملابس إلى الجانب الأردني مخالفة للضوابط والشروط الاستيرادية. وأضافت الهيئة أن قسم التحري ومكافحة التهريب في المديرية جمرك المنطقة الغربية تمكن من ضبط إرسالية سقوف ثانوية تم تغيير المسار المرسوم لها عند مدخل مدينة الرمادي. أعلنت هيئة الجمارك في العراق ضبط 7 شاحنات مخالفة للضوابط في جمرك المنطقة الشمالية، وأضافت الهيئة أن مديرية جمرك المنطقة الشمالية تمكنت من ضبط 7 شاحنات محملة بمادة الإسمنت والدجاج المجمد وآلات وأجهزة متنوعة وأجهزة موبايل مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة. قالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين إن التضخم السنوي في البلاد قد زاد بنسبة 2.7% خلال شهر تموز الماضي وسط زيادة على أسعار السلع الأولية. وذكرت الهيئة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفع بنسبة 0.8% على أساس سنوي في شهر تموز الماضي. في سياق متصل قالت الهيئة إن مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس تكاليف البضائع عند بوابة المصنع صعد أيضاً بنسبة 4.2% على أساس سنوي في شهر تموز الماضي، فيما تباطأ نمو مؤشر أسعار المنتجين من 6.1% في شهر تموز السابق له على أساس سنوي. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز، السلام عليكم.